حول هذا الموضوع أيضا التحق بنا هاتفيا الأستاذ محمد الخريجي رئيس مجلس إدارة شركة الوسائل السعودية. في البداية أستاذ محمد نرحب فيك في الإخبارية ونبارك لكم هذه الخطوة. مسيك بالخير، وأنا سعيد أن أكون معكم مشارك في البرنامج. ودي في البداية أجاوب على السؤال اللي في تويتر اللي طرحته. يلا تفضل. أفضل صفقة هي الملعب بالجامعة. تستاهلون. طيب خليني أسألك في البداية عن سياق المفاوضات بينكم وبين إدارة نادي النصر خلال الأيام الماضية. كان في كلام كثير، حتى أنه من بين الأخبار اللي إحنا سمعنا بأنه هذه الصفقة قد تتعطل نظير بعض الأرقام اللي بينكم وبين إدارة نادي النصر، عدم وجود اتفاق. ما يعني في البداية أول شيء يعني أنا سعيد اليوم بإتمام عقد مع إدارة نادي النصر، وأحيي فيها رئيس مجلس إدارة مجلس إدارة نادي النصر دكتور صفوان السويكت على العمل الاحترافي منه شخصيا ومن باقي فريق مجلس إدارة. بالعكس كان التعاقد معهم، يعني أنا تعاملت مع ناس فعلا محترفين في العقود وفي عالم الشراكات. يعني ما كان في أي خلافات في الأيام الماضية، عدم وجود اتفاق، ما في من هالكلام إطلاقا. يعني سبحان الله، يعني كانت الأمور متيسرة وسهلة جدا مع الأخوان، ومن الطرفين كان في يعني اتفاق وتلاقي في الرؤى وفي الأفكار، يعني خصوصا الاستراتيجية. يعني بالعكس كانت جدا سهلة. نعم. طيب ملعب الجامعة راح يخصص لمباريات النصر فقط ولا راح تقام عليه يعني فعاليات لجهات أخرى؟ والله اليوم تعرف إحنا اليوم كان عندنا توقيع عقد مع إدارة نادي النصر، وإنه هو النادي الرسمي في ملعب الجامعة. وما حاولنا، يعني ما طلعنا بأي تفاصيل، لأن عندنا إن شاء الله حيكون في حفل إطلاق إن شاء الله في الأسابيع القادمة، حيتم في كامل يعني المشاريع أو الشراكات اللي والأفكار. إحنا لنا إن شاء الله في هذا الحفل، فحنذكر فيه كل التفاصيل إن شاء الله. نعم، أنا ما أقصد عقدكم مع نادي النصر، أنا أتكلم عن في وجود اتفاقيات لتعزيز استثمارات الشركة السعودية أو وسائل السعودية مع جهات أخرى، مثل مثلا هيئة الترفيه، أيضا جهات أخرى في اتحاد كرة القدم أو الاتحادات الأخرى، ولا راح يكون بس مخصص لمباريات النصر؟ لا، هو إذا أنت تذكر كمباريات، حيكون يمكن في بعض المناسبات الرياضية العالمية إن شاء الله تقام في الملعب هذا، لأن في الحفل إن شاء الله اللي بعد 3 أسابيع حنشرح وش حتكون فكرة الملعب والمشروع هذا كمشروع بمشاركة النصر ومشاركة شركاء يعني رعاة وشركاء عالميين إن شاء الله معنا فيه. راح توقعون عقود جديدة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم ولا الاتحاد بعيد عن هذا الموضوع؟ أقصد لمباريات المنتخب أو حتى بعض الفعاليات اللي ممكن تقام. ما في شيء بهالقبيل، لكن الملعب هو متاح أكيد. في النهاية هو ملعب كرة قدم، يعني بطريقة يعني هو تحت مظلة يعني يأمرون عليه وزارة الرياضة والاتحاد السعودي. طيب أنت تعرف بأنه هوية ملعب الجامعة يعني ارتبطت في السنوات الماضية بالهلال، راح تغيرون هوية الملعب ولا لا؟ هذا سؤال المليون اللي كل كما من يوم فزنا في الملعب يسألني هالسؤال. هذا كله إن شاء الله حتكون، أنا والله يعني بقول لك صراحة، الملف في الملعب هذا بالكامل تم يعني تسليمه لشركات عالمية هي متخصصة في إدارة المشاريع الرياضية وتطوير الملاعب، وأنا يعني متحمس أكثر منكم إن نشوف شيء مميز إن شاء الله. وأتوقع إن الملعب اللي نعرفه أول هو صح ملعب مميز، لكن حيختلف بشكل كبير، حيكون ملعب يستهدف الأسرة السعودية. نعم. مو بس المشجع الرياضي. يعني خلينا كذا بيني وبينك محمد وما في أحد يسمعنا، ها المدرجات راح تغيرونها، ما راح تصير كذا، كل شيء حيتغير في الملعب. يعني أزرق وأبيض ما هي جاية، ها؟
لا شوف، هو الأزرق وأبيض اليوم موجود، لأن هو الملعب يعني أتوقع يعكس ألوان الجامعة تقصد؟ يعكس ألوان الجامعة. واليوم المناسبة احنا هنعلن إن شاء الله في 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 يوم الحفل اللي حنطلق فيه الملعب، ايه حيكون في إعلان عن شريك للملعب، تغيير مسمى الملعب إن شاء الله. نعم. طيب أنا أشكرك محمد الخريجي رئيس مجلس إدارة شركة الوسائل السعودية، شكرا جزيلا لكل هذه الإيضاحات.